أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحين خطبتنا اسكبر روتينينا ومدنا وقدينا وحلا يقانا العصبية القبلية قبيالده يا حرارة يا حمانت يا حيران كأيلاده أو إسلامكم موقف كأو إسكتاجي يا سيدا أوم وشيي يا سيدا ودتك وقبت باديي أنا وحكسا قادم ضام وحان لا فكرين ويرهن تدب كيس إنغا إسلا أمدي كلبا أقون تودي وي كرد يا دين تودي يا البحنمة تودي وحبا وكرد أي هذا أنا كنت سنة بقل سنة كدب وحي سمين شري أي أي دب وقلنا قنايا دتكي مكريا عقلي غودي علمي توني مركا لا قبيلك كما كوريا نصيب درج رنتي شرتوية إن قلنا صار نقول قنا إيسا تد كم حالة جبت بعدين كلا قد بدأ قد بدأ إنه حسين إيسا وحوي أمدهم حيكو كلا فضل بدنت إسلامك هالكابو يسكت عليه وحن الله يقال نقب يا لدة تد كم حال حجرين كلا وارق محالة جبت بعدين كلا قفك نفتي سسلو قيمين يا يا حالة إن ما أنت وقوها الرين إسلام كأنه آد بوغد ديجي وحالا إلى عدد قبلية ده وعينو قران كرينو وان عدينو شاقي ويوم مضبطنا الدوية ده أن إن عيك لا يوغه هرمارينو قبيالة ده كلي لي مد بقد ده هي مد عمل كا هي مد وحيابك لا يديغان كاي وحيابي لي لكن إنه تا عرقي جاي أبترسيمة ده هل كي بينو كهينا هورا لوغا هينش وطا عدر كيسد ده قالا دي قبيل كسان نغنو قنايا تضوح يكون تقال ما يانب آن لقرانين لن أدير كينو هيلين يابتقين ديليا هفروداقينو ديليا إن أدير كينو أو هيلين يا هو يدينو كأوهين يا آبهينو هيلين يا وح أيدنا يسعو تما لقرانين مركا نصيب درادا إن أغانو إسلام كوالكو كتاقين يهي إن وغهرين وضروري الله وحو حسين سبحانه وتعالى مركو كوالرمي يتدك النوع عاسه هنا سهو ذا يقير ذا أي قبيلت إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أصحاب تكصور رما إيه قلب ذا إيمانك قال إيه تاقي ريالين إيه وهاين إلهي إيه رسولك إيه الدين قال ذي كسهر تيدي مسلمين تنا إلهي وحول ومركي قلب ذا وكل عي فعلتن كقبيل كبول هاي وحمية الجاهلية وفعلتن كجاهلية جاهلية وحلا إلى هذا لقن كان دين هين دين الإسلام لقن كستوك فوق بجاهلية لا إله مركا حمية الجاهلية وفعلتن كقبيل دين الآن تكوس ليسا إلى هبا أذين يا سبحانه وتعالى الله وما ذا ذا يسكسه هرتش أذين أيو قلنا المامين إلى هاي حقي سكس علان أو إيمان قلب جوده وبوحيه أو تجرياش دين تايهين قلنا وتلمام حمية الجاهلية ينحل قبيل وضع نبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن بك قد جي سقى أمد كد ويني يا أوت المام هل كي دين تين حنيف كونك سن كت أجنت مركا رسولك وحول ليس منا من دعا إلى عصبية أنا قال نقام إدمه مسلم كي كمان مدها قف كعالم كقبيل كت أجية الرياردت كوي عليه وليس منا من قاتل على عصبية أنا قال مسلم كي كمان إدمه النبي ولي قفك كود قالما يقبيالة وليس منا من مات على عصبية مسلك يجا كم دمها قفك كود جيري وذا إسقى كود قالما يقبيل حديث كلا النبي وحكول عليه الصلاة والسلام والصحيحة إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إلى هاي وحي وحي وذي
ووحي النبي قال له سور ربي ومضى أن تواضع إله إسو يرأي وكبر كيس كداي حتى لا يبقى أحدنا على أحد ولا يفخر أحد على أحد إلى قفنا أن قف فان قفنا أن قف كبرين أنا سيان دتك يسدل مين وأنا يسوق كبرين تواضع السماء إله إسو يرأي يسوق عليه أفتاقي قبيل كدايو حديث قال صحيح وترمذ ورنا النبي وحول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وردد يو إلهي وحيد ككحي قبيالة النعيب شيء هذه النحل قيد وفقرها بالآباء يا آباياشي ليسوا فانجري وآباياشي انت إفكن جوغان كلي ما هين آباياش انت إن أدون كبت جوغين حوالها كتشرنا وكفانجري ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي ضدك وحيوقع يفسين بو نبي قولي مؤمن الله يقانه وإلهي كعب صنعي يمد قول در رب ضنا الله كفق هذا والله بضاس ضدك الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ضدك وإلم النبي آدم آدم نوح بالله قابورا عيد بالله قابورا ولا فضل لعربي على عجمي قف عربي عجم كما فضل بلنكره إلا بالتقوى الله كعبسي كمويا قفكو حتى هدو النبي محمد قول هذه سيكا سوچيرو يا عربت وحو كعجمتا كغفل لبضنكرا الله كعبسي برسول كولي صلى الله عليه وسلم حديث كأفراد حذيفة تبرو اليمان باوريني رسول كوريني صلى الله عليه وسلم نبي وحول كلكم بنو آدم وآدم من تراب خلق من تراب ولا ينتهين قوم ولين اسكدين دونان تتك قاركوت يفخرون بآبائهم قل يها آبياشو ذي أنغا يرير هبل يأنغا كوا وحا كفانا يولين اسكدين هدي دين وايا لا يكونون أهونا على الله من الجعلان هدي دين وايا لها يكتس وحا كفض دان دونا ويكيقل لي دان دونا بالكا قرم كالريحة إحار والوالك الليلة إحار والوالك الشقة ديس وانو قرم كالشقة وحو رعابا ليلة أرت يوصر راعية عذر كانوا كل بنايا حتى علماء الدراسة يوحي لأن هبين كيدت كأيو أكتوغا مركو قفكو توصو أيو سنة توصية سيهدو بنان كفريستو أو راعو مركا معليه دوحا وي وتشبه مركا الله يقول يدين عايز كشبه أيان لبادان الرباد النبي بقسوية قيسي قفك باب كان كتري قبيل كالقوفة يا وحا أوريا أمبو كشقين يا دبعا لنا حمبي مؤسسة سولك عايز نبي عليه الصلاة والسلام حديث يقار بضان أوكلا أي أمد وقد قي وحساح صد بضان إلى هذا قبيل كي قبائل كي شعوب تقران ككش هاجي سدوش هاجي ما هسد ينو ضن الله وحده وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف وحن ذكر لك الشعب وين هي قبيلين كهوسايا ساي سقرتاه علماء التفسير وحي لا يسد حرمات بآيات كتير ثلاث ركائز دو الرئيس وحوي ضدك وين ملك وذا أبو ريهين أي آيات إلى هاي وكش هاجي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لما أنسل حديثك النبي وشاق آدم يحاويك سوى ذات شاله أمدك سميسان مادتك لأوتا كدواني مجر بدل هذا لقى فهم يا وحويان إصفان كلين عؤوس عضاه ما هدين على سحرة وإلى ضدكوا لتفاخروا شعوبتي قبائل كي وحيو تاقين لتفاخروا سيئي سقفانان لكن إلى هاي لتعارفوا بلا مفهوم كاسو سحر مركا ركيسة ما أرنتا صدح هذا إنه آيات دكا فهمين أو حويا بين علماء التفسير ضدكم محوكوك على السرين محوكوك على اللاندريسين محوكوك على القبسين أنك القبة هي أنك اللاندراء بين وريريسي وضدك بقها كذا وخص قفل ليتو إلهي أكتي سحقيران وحارولا الكليتا لي أنا اللاندراء والله يا أبا إنه قال بي وأنا إسلام بأهين وحا إلهي ورن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتيسا كايدين كوغبسن إيدين كولان ديريسن إيدين كو شرف بدن وكوغو تقوى بدن حارانتنا إسكدا أي حمانت رابطة النجاح سلام كي نوح تلمام يا وحا لغو بدبادي كرو الدنيا دي آخرة با الدنيا كرو مضو أي كوهر مالي كرت ومداك لك ققو ليسن كرت آخرنا النار كققو ليسن كرو قف والرابطة الإيمان والإسلام على قضاء بترسيمة إيمانك تصالح جوجل أي سنكرة تصالح يا رب نبقران سوق هذه مدو عدائية مدة بامبا وحيلها يحصي
dad ehelaya abtirsiima wadaagay oo waliba aad isu dhawaa isugu dhawaayo isdhalay in ay kala kaxaysay raabidadaas qolana waxay noqdeen dadkii muuminiinta qolana gaaladii labadaasaas ay ku kala hareen nabi nuux baa qur-aanku uu tusaale ka dhigay inankiisa وإذ نادى روح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح نبي نوح ددكي دوني ذا أصاري وحكا هرئين انكيسي إنما دي سوكا مديه ما هرئي إيمان لان بارهبت أبترسيما دي وين شقي ويدي هل كإيمان كي وكشقي ددانو دالين أصاري دوني ذا markii uu dacwoodayna ilaahay wuxuu yidhi innahu laysa min ahlika ehelkaaga ma aha hata waabu dhalayba innahu camalun gayru saalix wa fii qiraa'ah innahu camila gayra saalix maadaamuu camal wanaagsan samayn waayey ehelkaad dhashay ma aha kuguma tirsana waa sidaa uu nabigu leeyay laysa minnaa idan muu badbaadinin qofkii wanaagsanaa qofkii xumaa dhinac kale qur-aanku tusaalayaal buu inaga siiyeyo dadka iimaanka lehi ma raacaan gaalada marka la halaagayo way soo hadhaan fircoon iyo xaaskiisi ayaa qur-aanku tusaale u bixiyey id qaalad rabbi ibni li cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi aldaalimiin hankeeda uu weyn yahay fircoon iyo madaxtooyadiisi iyo maalkiisi iyo maamulkiisi iyo waxaa liitu ku warwareegayo may eegina jannaday higsanaysa ilaahay kan iga badbaadiyo jannada guri iga dhisbayt ilaahayna uu aqbalay subxaanahu wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu xukumayaa oo halka uu masiirkiisi iyo mustaqbalkiisu ku dambaynayo qofka walaalkiis qabiil ku dilay ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxa uhi man qaatala taxta raayatin cumiya yaqdab licasabiya calanin dhala macnaha qabyaalad markuu qofku ku wado wuu indhalaayi maslaxad diineedna ma wado tu adduunyana ma wado ummadaha had iyo jeer gaaladu casrigan aynu joogno markay dadka u kala helinayaan waxay idhaahdaan aniga dadkan aynu dooranayn keebaa dantayda wado horta ama shaqo isiinaya ama waddanka wax u qabanaya manfacadayda halkeen ka helaya manfacada khaaska iyo taa gaarka mid diineed ba iyagoona eegin maslaxadooda eega laakiin sidaa uu nabigu sheegay qofku markuu calan qabiil hoostago wuu indhalaayi xataa maslaxadiisuu luminaya daartiisuu duminaya gurigiisuu kharaabinaya xoolihiisuu rawaxinaya innaga iyo annaga intaa lala ordayo waa calankaa indhahala qofka ku dagaalamaya buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ee qabyaalad ku socda wa yadcuu licasabiya dadkana qabyaaladaa ugu ololaynaya aw yansuru casabiya ama taageeridiisu qabiil ay tahay faqutila faqitlatun jaahiliya ee sidaa lagu dilo diinla-aan buu ku dhintay buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam diin la-aan ayuu ku dhintay kii wax dilay iyo kii la dilay labaduba naar bay isla galeen waa kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam xukunkii buu inoo dhiibaya qur-aanka kariimka ahi wuxuu ammaanay dadkii ehelka iyo tolka iyo xigtada cidday ahaayeen iyagoo ilaahay diintiisa u helinaya kow kaga siiyey oo qaraabanimadii ma noqoto qabiil aan diin lahayn oo ka qabiilka kula ahay hadduu diinta ka soo horjeedsado diintu ka odhan maysa xidhiidhi calaa xisaabi diin iyadoo diinta uu waxyeelayo ama duulimaad ku yahay iska daa lagu odhan maya dil baa lagu amaanay asxaabta suuratu qad samic aakhirkeeda aayadda 22aad ilaahay wuxuu ihi laa tajidu qowman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir heli maysid dad ilaahay iyo aakhiraba rumeeyey yuwaaduuna man xaadda allaha wa rasuulah inay jecel yihiin cidda la colowday ilaahay iyo rasuulka ma jeclaanayaan walow kaanuu aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanahum haba ahaadeen kuway dhaleen iyo walaalahood iyo aabbayaashood iyo xigtadooda iyo tolkooda mid kastaba ha ahaadeene qofku kol hadduu ilaahay iyo diintiisa iyo rasuulka duulimaad ku yahay ma jeclaanayaan buu lahay marka aayadda ilaahay uu ku sii ammaanay culamaau taariikha uu aw tafsiir asbaab nusuulka waxa ay xusaan naalintii beder qaalada xaggooda dee waxaa ka socday rag badan oo ay isxigaan cidda nabiga la socota calayhi salaatu wasalaam maalintaa iyadaa abii cubaydata ibnu jaraax asxaabiga la odhan jiray aabihii buu arkay halkaa gaalada ka soo jeeda waa kii dhalay ee uu ka soo jeeday wuu ka baydhayo markuu odaygu inankii dayn waayey buu qoorta u dheereeyey
أبو بكر الصديق ما أنت أيها أين كيسي عبد الرحمن وكفر نذين الضانا إنه دلاب الضانا وقالها عمر بن الخطاب أذير أبتقي بخارجية ما أنت حمزة بن عبد المطلب اكتدي يقول له ويد سيد عطبة يا شيبة أيا يسقنا ما أنت أودلي وكائل هاي كوامان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار آيات كاسائل هاي كوامان أنا حكتدى قرما لحريرية كل كإلهي حريرية لكن إلهي الدين تيسي مركا كقوان إذن عاقين أدو هيل سوى يا حالك هذا العدو هيلنا يسر إن عاق أدو هيل نيس يدين تاب هل كاسو إسلام كتاقين رابط ضده أما حرير كإيمانك وأكربت الله يسكو حريريو أما أنت إنت أوتي الدابا إيرت هايبا وحاوقفك كل نغضاء الشخصية العالمي هو سرعية أي كل نغضاء إسلام كنوا عالمي أمد إسلام كنوا در عالمين وعالمك واحهو ذو كليالا واتشير كليا وواحهو ذو عالمك كو قيبسين واحديس مركا قفك وحو نقنا يا شخصية العالمية كان كلانا وحو نقنا يا شخصية قبل أو سي يرادة أو سي يرادة أو سي بابا سدو سي قابنا يو سي مرانا يو كل باين وغا سي قو عيسو ميل هو سكورو ريا ساد راد يدبو رسول كوحو سكان صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة الصحيحة عقيدة ونكسن وحو كورو ريا نكي كسو تشيدي رير يوروب سهيب يعني كسو تشيدي أفريكا بلال يعني كسو تشيدي دولة دي ويني دي برشيان كامار رير فارس إيران سلمان لوراني يا أبو بكر وعرب كسو تشيدي تدكي قوهر إسلام وسكان ونبيه ولا ليه بهاي هل كاسو إسلام كنا كسعودي 50 سنة مدة كنتن سنوات جود هذا أي عشان تيب قرطويو كل واع عالم كوجحق بدنا ودم باي لقيم محي كل لقيه ولا التنمى لا عالم قال لقدر جوي تذكر رهرها حمبار سنانا هل كي بلقى دول كورة إسلام هو وحاو كسوهر جيداي وديدين يا قرآن كين يا حديث كين ولا وح كستودت كلاكو كلاف قوين ايو وحاو يمي إسلام هو أمد إسلام كينو أروريو قلوبتو الله رمي دايو حوقو الله رمي دايو سياي الدين تا إلهي هريراه وقبتاني وهنشيان عالم كانو بدبادية مركا هل كودي كستا هي شعار كستو أمد لغو قيبيني حتى شعار ديني بها هذا علامات مركورة دين ديني وتاغنيدا بها هاته اسلام كو كسور جيدا لبا اصحابي با مرمي مد با مد كلا دالباحي كدبنا مد وحوليا للانصار كي كلنا وحوليا للمهاجرين طلا يا مهاجرين كي كلنا طلا يا الانصار اريغا انصار يا مهاجرين تي قران كا شيغا او وا لبا اري او مركاس وخا هان مصطلح اسلامي اما ددكي لهي درادي وسوقح يدد كيو هيلي يبيها ما أنت سيد الله استعمالي وقبيالت نبي قوحو لأبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هرماني قايدين دح جوغان ولد من نمبا أيا قبيالت دي كو يرسي وطلاء سبح الله قبيلة بافك ما يسوم مرنين أما قعي قرآن كي حديث كو أماني أصحاب تلبدو دي قيبون أيا سيحن الله استعمالي الكاسو إسلام كتاقين إسلام خو أما الدين تينا حنيف كو ناكسن مركو إلهي نبي كصادر عليه الصلاة والسلام سيدا معروف كا وحو لحي من أمد دنبيسا أو عربتي أها أو مدها كلا وحيابها كرهبا ويها قبيلك لأنه قبيالة دوحن ليدا هذا مبادي دا عالم كعيدنا مقالط شوعية دا يرهاس المالية دا يوحن لنا أركين مقعية دا مقالة إنه يا علمانية دا لنعيك كلا استعمالا لكن قبيالة دا قلوه ولي بوحي أكتهاي إنه كوبا بايس الكذات كيد ذات كود بيبا أنا عربت قبيل كاستعمال شري وركن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تنود ذات كود بادية قبيل كيف الله قال حق هذا قرآن بالله قب الدلاء قلوب تودي بالله مدي كل قعل تويدي إيمانك أي دمية إلى هين نود درنسي النعمة ضاصة وقوم من الشهد سئنا جونا أين وحقوق هذا ناقو كل رقم لها ينون نقوم ألا وحري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تدكي إلهي رميو إلهي كعب سدى عب سدي سنبتا أدون كان إسلام لما كغتغا إسلام لما كغتغا ما يستعد قبيل حنبار سنت ويكو قالين يا هل كاد إسلام وغهيلين لهي قولون بدو هيلينيس هل كاد إلهي كتاغير لهي قولات كتاغيريس
واعتصموا بحبل الله جميعا تينتا إلهينا عسكضا إركضا كل قبول إلهينا ولا تفرقوا قبيلنا كوكايب سامينا يا وحكا لا تورا واذكروا نعمة الله عليكم إلهي النعمة دي سنها تديب حصوصت معناه مستقبل كيتكي ما ضيقيتكي بأن الله يسيم مستقبل كأصحراء بل هتديب تشلاعا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقت جاء علكا هايدين عل دهود قايبه هانون اسبحين شرين اون اسبرين شرين مركي علكا هايدين ديب حصوص تقبيل دلات دي كوع الله وذين فألف بين قلوبكم إلى هاي قلبي ينو السجي وما ده هالكي كوا ده صعدة شركة كما وده صعدة كراسة كما وده صعدة العقدة كما وده صعدة قلوبته كما وده صعدة لبلا قفدي كلام قينا قلوبته ده وده شرته لبلا سواح وي ولبلا استرسان كره حتى يسأكفر يانا قلبي قادو فرار لي كلا شيئان كواس وكلام قين فأصبحتم بالنعمة إخوانا نعمة إلهي دلادت بولا لكل نقطتين نعمة سواتي ونعمة الدين تي سلا نعمة ayaa walaal ku noqoteen markay inuu walaalnimo baadi doonayno ta xoolaha ma aha xoolaha iyo ehelnimadu walaaltinimada ma aha dadku qalad bay fahmeen waxa daliil kuwa Soomaalidu way mahmaayano waxay ilaadeen walaalkaana wiil u lahaw wiilkaagana walaal u lahaw meesha wala dagaalamaya ilaa labada isugu dhowba ka wisaga siinaya marka haduu walaalka isu ka xariifiyo ama ku xoog sheegto wiilkaagu waa inuu ku agtaagayn haddu wiilkaaga laftiisu kula dagaalamayna oo duulimaad kugu yahayna war waa kan walaalkay dhe halkaas ay maraysaaba marka nicmada iimaanka iyo islaanimada daraadeed ba ku walaalowdeen buu lahayd wa ku naftay subxinaya asxaabta ruwaanullaahi alayh suuka kala u badbaado wa kuntum ala shafa hufratin min an-naar firs qad qarkiba saarnaydeen ba ilaahay dadku qad qarkibu saarna naar ah wa lagu sii daadanay ummadu markay qabiil ku dagaalamayaan gool qarkii bay saareen ilaahay baa idin badbaadiyay ilaahay uma na sheeganaya fa anqadakum minha alla idin ka gaaray kadhalika yubayinu allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun ilaahay sidaas u aayadihiisa idin ku cadcadeynaya si aad u hanuuntaan buu ilaahay marka ilaahay aayadkiisa dadku qaataan ayay hanuunayaan waxa laga maarmaan walaalayaal labuda na'rif anfusana inay nafteena garana waa laga maarmaan maxaad ku faanaysaa halkaad ka timid nutfa aan ruuf yar baad ka timid alam nakhluqukum min ma'in mahin ilaahay baa wuxuu leeyahay miyaanan idinka abuurin aan ruuf yar bal manida bani aadamka ilaahay uu ka abuuray qofka marka ay ka soo baxdo wuxuu isku dayay inuu maradiisa ka ilaaliyo sida duufka oo kale halkaas uu ka yimid halata ala insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran qofka waxa soo maray waqti aanu ahaynba wax la sheegaba biyaha yara taranka ayuu ahaa inta uu nool yahayna hadda uu isbu xambaarsan yahay iyo waxa udaha ah ee urayo dhigayo xamaanka kula carraya hadda markuu baqtiyana uu uraya qofka faanaya ee ilaahay u faanaya rasuulka u faanaya diinta ka hor imanaya waa ka arintani waa arin aad iyo aad u khatar badan waxaynu ogaaneyna dadka muslimiinta guud ahaanba meel walay joogan baa aynu sheegaynaa inay tahay badeecada shaydaanka diinta ilaahay iyo badeecada alle qaaliga waa taa inuu soo sheegnay badeecada shaydaanku habeen iyo maalin uu la wareegayo ee uu ka iibinayo ummadda qaybeeda kala duwan waa qabiilka hilimaadka iyo taageerada iyo hinaasaha qabiilka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiid saxiix muslim ku sugan ina allaha ina shaydaana qad aysa an yacbudahu almusalluuna fii jaziirati alcarab kii shaydaan la odhan jiray wuu ka quustay in jasiiradda carabka lagu caabudo nabi maxamed baa ilaahay uu ka soo saaray calayhi salaatu wasalaam waalkii lagu caabudayo shaydaankee qabiil la isugu hiilinayay waa kaa safeeyey walaakin fi ltaxriishi baynahum waxaanuse ka quusanow calankiisa sidaa oo u iibgeynaya inuu iyaga isku diro qabiil isugu diro waxaa walaalayaal xusid mudan qabiilku berigii hore wuu jiri jiray laakiin markaa arrimaha qaarkood isxambaodo markaasuu sii khatar badan sunaysan yahayna sida casrigan aynu joognoo kale qabiilkii markuu fikir galo ama siyaasadii qabiilaysgalaan wuxuu noqdaa qabiiladaasi mid sunaysan bay noqotaa oo aan la maaraynayn oo laba waji leh wejina way ka siyaasadaysan tahay wejina waa ka qabiil weji waa ka qabiil siyaasad baa ku hoos jirta markaasay noqotaa mid sii mucaqada waana ta wax badan murginaysa la fahmi laayah ugu dambayntii waxaynu ku waaninaynaa dadka aqoon-yahanka ah culimada dadka khibradda iyo cilmiga leh madaxda acyaanta waddanka mas-uuliyadaha noocaas oo kale markay si fiican isaga xil saari waayaan ama iyagu ay noqdaan kuwa taageerada qabiilka wada
هر كعية تذكر قالها كسيني كو أبابولي ومد هر كعي ميس حساب تودنا ويكبضنا نيسا مالين تقيامها تذكر كلام ويسو كالين بولي هاي وحنا وصحي كرا وحنا وفسادين كرا مركا تذكر نوع عاصو كلا إنا نيدا قالها كو بحنين هدو دبت شوقي هدو قدت شوقا كالين تو قادنا يا النقطة دبك بحيا إنو بختيو دنيا دي سنين وقلية سيان إلى هاي وقب سنين لنا إصلاح انت وآنو إفسادين وقادنا كوشي سنة كترتا دوني آخرة ولا له سوى ذاكرين وكاشر الله ينقوها نوني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا عددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع